اهلا وسهلا من جديد بمشاهدينا. اذا مدغشقر تصنع الحدث في كاس امم افريقيا مصر 2019. عمار السويح، برشا ناس يعني استغربت وجود مدغشقر في الكان، وبرشا ناس اعتبرت انه مدغشقر موجوده لانه رئيس الكاف من الغاشي اليوم على الميدان اكد هذا المنتخب انه جدير واكثر بالتواجد في الكان. كيف ما قلت بطبيعه عندنا احنا مدغشقر احمد، لكن شفنا اليوم وراء المشهد الرياضي اللي شفناه اليوم، شفناه في تيلة الدورة، الهدوء، الانضباط التكتيكي، العمل الجماعي، الجاهزية، ويعني حتى يعني الدعم والشحن حتى من أعلى هرم في السلطة معناها في مدغشقر. ما نجم يعطينا كان برودوي كيف هذايا، لأن ستون إيكيب اللي جات ما نقولش ما تلعبش تحت الضغط، نقول موتيفي، عندها حوافز تلعب عليهم، لأنه أول مشاركة في الكان، أول مشاركة وترشح للدور الثاني، دونك هذه عوامل ما تنجم تكون كان تخطيط وعمل من بعد من بعيد باش وصلوا للنتيجة هذه. تفضل ناصر. وقت اللي الدولة تبدا وراء المنتخب تنجم توفر كل الظروف. زين بالدولة عادي. لا الدولة خاطر كي تشوف أنت خاطر رئيس لا أو فنفسر لك أنا عادل، كي تجي طيارات اليوم تتعمل وقت تربح جمعية تقول الدولة ولا المنتخب، وقت اللي تخسر تقول الدولة غير. الدولة وقت اللي تنفستي في الرياضة تنفستي، راهو انفستيسمون، وقت اللي تأمن وتكون عندك سياسة رياضية مهم برشا يا عادل، وقت اللي أنت تحط على تعطي الإمكانيات. هاو في المغرب يا أخي الدولة مش مستثمرة في الرياضة، مش كيف الإمكانيات المادية الضخمة في المغرب، حتى المنتخب المغربي النوادي المغربيه يعني والجمعيه يعني فما استثمار. بالنسبه للمغرب هذوك دي تراديسيون عادل، هذوك ثوابت. بالنسبه للفريق المغاشي مش معروف اليوم، لازم فما ثوابت جديده، فما انفستيسمون كيما نحكيو على موريتانيا. موريتانيا وقتاش ولات فيها الكره موجوده؟ وقت اللي الدوله استثمرت وعملت لي سونتر دو فورماسيون وجابت لي سونتر نور وجابت ناس الكفاءات العاليه باش تعطي ظروف، فما سياسه رياضيه. معناها احنا نحبوا قدر خلينا نتفاعل معاك، قدر ما نحبوا نبعدوا على التسييس الرياضي اللي تسييس فيها بالسي. تسييس يا عادل ناصر، انا نعطيك مثال احنا تو في الدوره هذه خلينا متقيب جل انتقاداتنا مدرجه المدرب، اور المدرب المكتب جاي باش يحبوا يعمل هذاك الامكانيات الماديه اللي عند يتصرف على حسب امكانياته، حتى باش يجيب معاه الطاقم نتاعو الفني بس تولي الحسبه في 50-60 ألف دولار اورو، يقول لك ما نجمش، دونك يعمل على قدر كذا باش عندنا في المراتب لو سلطه الاشراف تتكفل بالراتب تاع المدرب هذايا. تو قبل كانوا يعطيه في فلوس ويدعم وكذا، خلي يا سيدي تعطي يا سيدي جامعة اتحاد الكورة يعطي المبلغ هذا ويكمل هو 25 تكمل 25,000 أخرى، تكمل 30,000 أخرى، وخلي المنتخب بيهيكل نفسه ويحط معناها في نهاية الأمر لخصوا معناها دعم الدولة والاستثمار في الرياضة ب 25,000 دولار باش تعطيها للمدرب. مثلا لا فما حاجة مهمة عادل، أنت كي تشوف التصوير ونجم يعدي هنا تشوف أنت رئيس الدولة وقت اللي ضربة جزاء ضيعت الطريقة اللي قام بها بالكرسي نتاعو سبورتير عادي، وكأنه معناتها اليوم في الانستازيام موجود في مصر انه ياكد انه فما ثقل، فما اليوم الطيارات راهي نقلت السوبورتير باش حضروا لمصر اليوم، هذا كل الظروف لازم تتعطى. انا تفهم فما سياسيين ورؤساء يستغلوا الوضعيه هذه يا خويا، يعطينا انت العالم الكل يستغلوا وانت فعلا نتاع رئيس شاب على محلاه، دونك زادت شعبيته في بلاده. رئيس كرواتيا صار يبقى مناول كي في الكوب دي موند، رئيس كرواتيا وقت اللي جاء ولينا كنا نحكيو عليها والله محلاها ومزيانها ولا خدرها. انت تحكي على هو يحكي على الحضور نتاعها وانت تحكي على محلاها ومزيانها، هذا موضوع محلاها ومزيانها حاجه انا معاك انا قال عليها انا ما عنديش مشكله ما خافش، انا مخوف ما خافش، ما عنديش في تناقض عندنا سبحان الله. انت لما تحكي على بلدان ناشئه في كره القدم اوكي الدوله يجب ان تدعم صحيح وتساند صحيح، لكن لما تصير تتكلم على امم كرويه المفروض احنا ماناش بحاجه لدعم الدوله بالضبط. المفروض فيه استقلاليه. انت لما تتكلم على الدوري التونسي على الدوري الجزائري على الدوري المغربي يقولوا دوري محترفين ولا لا أي. في حقوق بث تلفزيوني ولا لا أي. وتتباع بفلوس ولا لا أي. وعدنا عشرات الالاف المنخرطين. لا استنى استنى بس لحظه خلي كمل خلي كمل وجهه ممتاز ناصر يهديك اوكي نقول عندنا عشرات الالاف المنخرطين من اللاعبين الهواة ولا لا عندنا دي تاكس ودي زامبو ياخذوا فيهم من عند اللعيبه ولا لا اوكي. اليوم اللي توصل فيه الاتحادات هذه الدول تصير مستقله وتعرف هي اللي تتصرف في فلوسها، هذا اليوم نقولوا عندنا كرة قدم. هذا موضوع شائك غير
لانك انت الامم اللي تتكلم عنها رئيس كرواتيا لما يروح او رئيس كرواتيا لما تروح المباراه النهائيه تحضرها راهي جايه تشجع في المنتخب وجايه تشجع في الرايه راهي ما جايه فلوس تعطيهم للاعب. ماكرون لما يروح على روسيا يشوف المباراه يروح كمشجع كمواطن فرنسي يشجع المنتخب الفرنسي لكره القدم يخلص تتخلص المباراه يرجع لمهامه يشتغل عادي وما يروحش يعطي فلوس للاعيبه. والحوافز ما تعطيهاش الدوله الحوافز يعطيها الاتحاد اي نعرف ما عندها حتى علاقه. فدونك لما نتكلم على الامور تصير الامور الاحترافيه في امم كرويه المفروض الدوله ما عندها ولا علاقه. لكن خلينا نتفاهم على خاطر فما حاجه مهمه برشا اخويا محمد. احنا اليوم نقول لك لولا الرؤساء اللي متواجدين في كل جمعيه في تونس هي تجاره سياسيه. خليني نحكي لك خليني تجاره سياسيه. اليوم الدوله اليوم الدوله التونسيه وقت اللي عندنا مشكل في الملاعب ولا ما تنجمش تعملها الفرق. اليوم الفرق ما تنجمش تعمل ملاعب باش تنجم الفرق تلعب فيها. اليوم احنا نشوفوا النوادي نتاعنا التونسيه احنا بالرغم احنا البطوله نتاعنا معترفه. احنا فما رؤساء نتاع نوادي هما اللي يصرفوا من مالهم الخاص على الفرق هذيما باش توصل لاعلى المراتب معناتها الدوليه. اليوم الدوله فما عندها نقولوا احنا مسؤوليه في الانفراستركتور في الظروف خاطر الفرق ما تنجمش توفر الظروف هذه يا سي محمد، ما تنجمش توفر ملاعب، ما تنجمش توفر الامكانيات للفرق باش تنجم. زاد الدولة ما عندناش دولة نفطية، أنت باش تشتري كلمة لاعبية من برا وتخلصهم باليورو وتخلصهم بالدولار كي موجود في بعض بلدان الخليج. الميزانيات اللي تصرف فيها من الاتحادات تاع المغرب والجزائر ومصر ديما من قديم زمان خير الميزانية اللي عندنا في اتحاد الكرة نتاعنا. ما عندوش الامكانيات اللي قلت لك ودي على ذلك كونه انا كحكيت على المدرب مش نحكي على ليزاكسيون اذا كان نحكيو على الدوله نحكيو على البنيه التحتيه نحكيو على هذا الشيء ما عندناش امكانيات باش نوصلوا لكن على مستوى نحكيو على ملغاشي هذه لا ما هو انتم رجعتوا لنا لا بس الحل شنو هو انا نقول لكم حاجه الناصر يحكي على السياسه هذه في مدغشقر انت عندهم زوج تيرانات هما ابراهيم البطوله نتاعهم تضحك عايش خويا يزيني عاد يزيني عاد ايش اقول لك حاجه برا شوف وتبع شنو تقول لي كلام يا وقت اللي تاهلوا هما وقت اللي تاهلوا هما لنهائيات كاس افريقيا بركة ما صدقوش احتفالات سبع ايام وسبع ليالي هي المره الاولى ايش اقول حاجه دخلوا للبطوله دي كونتراكتي مصيفين ناس تعوم ومصيفين مع بنات لا يا سي لا يا سمير يعني يقول لك لعبوا دي كونتراكتي وموتيفي ويحبوا يلعبوا كوره تخسر تربح ما عندهم حتى مشكل ما عندهم ضغوطات عملوا نتيجه لاكثر اقل اكثر ماتش صارت فيه ضغوطات وماتش تاع اليوم اخذ حضرهم الرئيس نتاعهم لا اكثر ولا اقل هو ناصر هو يتاثر بحضور الرؤساء والوزراء معناها في المقابله ذكر ويكون عنده لحظه عاد ما نحكيش كل مع بعض يكون عنده انطباع انه الدوله وقت اللي يحضر رئيسها أن تستثمر في الرياضه وتدعم في الرياضه قال لك عنده زوج تيرانات ان شاء الله بوجود احمد وبحضور الرئيس اليوم متاهل من ربع النهائي ان شاء الله تكون اكثر ملاعب وان شاء الله تشوفوا سي عمار لحظه ان شاء الله تشوفوا سي عمار سمير ان شاء الله تشوف السي عمار ايراني في مدغشقر ورضوان الدجوان وانت الديريكتور تكنيك نمشيو فؤاد مفتح في متابعه لاخر اخبار المنتخب الوطني التونسي قبل مواجهه غانا الحاسمه غدا. فؤاد اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا مرحبا بك عادل والساده المشاهدين الكرام مرحبا بالولاد الكل. اكيد 24 ساعه اقل من 24 ساعه اللقاء ثم النهائي بين المنتخب التونسي والمنتخب الغاني. المنتخب التونسي انهى تحضيراته الكل اليوم وعرفنا 99% مش ما نقولوش 100% التشكيله الاساسيه اللي مش تواجه غدوه ان شاء الله المنتخب الغاني. في حراسه المرمى معز حسن، على اليمين كشريده، على اليسار الحدادي كالعاده، في اللاكس مرياح وبرون، كما قلت البارح عادل ثلاثي معناه وسط الميدان مش يكون جنب الى جنب، فرجاني ساسي، الياس الصخيري، غيلان شعلالي وعودته بعد العقوبه بجوز انذارات، وقدامهم نعيم السليتي على اليمين، يوسف المساكني على اليسار، وقلب هجوم هو الخنيسي يا عادل. واضح فؤاد اعتقد التشكيله المثاليه اللي ربما عليها شبه اتفاق، الروح المعنويه والاجواء في المنتخب قبل ساعات من المواجهة كيف هي فؤاد بوفتح؟ صحيح أنا حبيت نعطي التشكيلة مش تفهموا توا يظهر لي الوضعية متاع المنتخب والأجواء اللي تسود المنتخب اليوم. حتى معناها المدرب الوطني ألان جيريس قال تمت مراجعات، أكيد المراجعات تمت
كي سمع معناها المساعدين نتاعو رينا حتى التشكيله تغيرت، رينا حكى اليوم على انه فما مشكله في خط الهجوم، فما مشكله انه في معناها صنع الهجمات، اكيد بالتشكيله هذه خاصه ضد منافس قوي هو المنتخب غاني غاني معناه قارين الف حساب المنتخب هذا، وخاصه تغيير التكتيك لاول مره 4-3-2-1، هناك راحه كبيره للملاعبيه اللي قالوا انهم مقابله معناه بصراحه مسؤوليه كبيره مرميت على عاتقهم، وهما مش يكونوا قد المسؤوليه، وتطمينات كبيره من الملاعبيه اللي قالوا انه بعد مقابله موريتانيا يستناو الكره بلغه الكره وقتاش تبامبي على الملعب مش يوريوش عندهم بعد الانتقادات الكبيره، وخاصه بعد المقابلات اللي تعديت قبل مقابله تونس ترشح البنين، خروج مصر، خروج معناها المغرب، الساعه مبارك الساعه المنتخب الجزائري اليوم ترشحوا، دونك المنتخب التونسي يقول لك خويا انا بدي عندي كوارشيه خنوري. المنتخب الغاني صحيح اليوم الابيا كواسي ابيا المدير الفني للمنتخب الغاني حاول يضخم في صوره المنتخب التونسي وقال تفرجت المقابلات الثلاثه نتاع المنتخب التونسي وقدم اداء طيب، ما نعرفش يبعث بالضغط على ملاعبيته لانه الاداء الطيب ما كانش موجود، ان شاء الله غدوه يكون موجود المنتخب التونسي ونكونوا بوزيتيف يا عادل كما قلت البارح، اجواء معناها بالحق تبعث على التفائل، وان شاء الله الملاعبيه اللي ما يخيبوناش، ونحن كاعلام خلينا نقفوا مع المنتخب التونسي لانه المنتخب التونسي عنده معناها ملاعبيه قادرين انه معناها يعملوا ماتش كبير مع المدرب والمساعدين نتاعو. الدعوه خلينا نقفوا مع المنتخب التونسي كاعلام، شكون وجهتها؟ احنا تقريبا واقفين وقاعدين مع المنتخب دائما وابدا. الدعوه مش للبلاتو عادل اكيد، الدعوه أيوة. مش للبلاتو، مش الدعوه للتوانسه، خاطر بصراحه حتى كل مداخله وين نتكلم انا ما تصورش الكم الهائل من المساجات اللي تجيني، تقول توا هذا منتخب توا هذا، التوا ما ريناه المنتخب صحيح، بالك شي غدوه خويا يصير الديكليك وتكون الانطلاقه نتاع المنتخب التونسي، وان شاء الله علاش ليه ما نمشيوش لبعيد في الكوب دافريكا هذا يا عادل. يعطيك الصحه. وعلى فكره يا عادل راهو البلاتو نتاعنا معناها يتابعوا فيه المنتخب التونسي بكل كبيرة وصغيرة يا عاد. وصلتني الأصداء، تحية لهم، وحتى في الحصة الفارطة يعني بدون ما ندخل في التفاصيل عديد من اللاعبين وأيضا من الإطار الفني تابعوا وعجبتهم فكرة أنه حكينا على الأمور الفنية والبسيكولوجية والتحضير النفسي والبدني للمنتخب والمنتخبات عموما المشاركة في كأس أمم إفريقيا. مشكور جدا فؤاد بوفتح، حدثتنا مباشرة من الإسماعيلية أين ستدور مباراة تونس غانا في توقيت 8:00 وإن شاء الله مربوحة وإن شاء الله الأجواء على العال والأمور تقريب واضحة على مستوى التشكيل سمير السليمي، الاختيار الفني والتشكيلة والمراسم العامة واضح والملامح نتاعها واضح واضحة وتقريبا فما حسب رأيي أنا أنه إجماع وربما رضا نوعا ما على التشكيل، بشرط أنه يكون غدوة المردود وتمركز الملاعبية فوق الملعب يكون التمركز الصحيح. فرجاني الساسي قيمة ثابتة مام لا شك فيه، غيلان الشعلاني كيف كيف، الياس الصغير كيف كيف في الميليو تيران، لكن كيفاش مش يقف كيفاش مش يخدموا، هذه الأمور كلها تكتشفوها فوق الملعب غدوة. لكن كأسماء كأسماء نظن أنه الأسماء كلها أسماء باهية، المنتخب هذايا بقدر ما يأمن منطقة نص الملعب بثلاثة ملاعبية في الميليو تيران مع عودة نوعا ما سليتي خاصة ونوعا ما المساكني يولي المنتخب التونسي عنده خمسة ملاعبية في الوسط تيران، عنده عمق هجومي، عنده تنشيط هجومي، عنده مساندة من كشريدة ومن الحديد، هذه على المستوى النظري، احنا اليوم كنا راضين على الاختيار، أنا شخصيا راضي على الاختيار هذايا، يبقى غدوة كيف يتعامل المنتخب مع ظروف الماتش، كيفاش مش يخدم، كيفاش كل الكره مش تخرج، كيفاش التمركز الملاعبيه، البلوك نتاعنا وين مش يلعب بالضبط، مش نلعبوا الهجوم، مش نلعبوا شويه التاني، مش نلعبوا نسكروا، مش نلعبوا كذا، هذه كلها قراءات نجلوها الى حد الان، لكن التوجه العام بالنسبه لي انا توجه صحيح خاصه بانه ركز على منطقه وسط الملعب لانه يعرف انه المنتخب الغاني تو بعد نحكيو شويه على المنتخب الغاني صح. نقطه قوته الاساسيه في الميليو تيران نتاعو وكيفيه التعامل مع الميليو تيران هذايا مع وسط الملعب هذايا، يلزم الفريق القومي يضيف لاعب ثالث وجيريس ربما تفطن للشيء هذا واضاف الفيرجاني ساسي اللي باش يكون دعامه قويه في وسط الميدان. رضوان قراءه على السريع للتشكيله.
أنا أقول عادل الحقيقة فما توازن كبير في التشكيل هذه، تقريبا جل الفنيين فما توافق على معناته فما مطالب يكون فما تكثيف كثافة في وسط الميدان متاعنا، نطالبوا بثلاثة تروا بيفو ولا ثلاثة لاعبين وسط ميدان، ثلاثة لاعبين ارتكاز، لأنه كما كان يحكي سمير نقطة قوة الفريق الغاني في الهجوم وسط الميدان، عنده لاعبين سريعين ويحذقوا معناتها استحواذ على الكرة، كونسيرفاسيون دو بال محترمة تقريبا حتى على مستوى الاستاتيستيك من أحسن المنتخبات في الدورة هذه. أهم حاجة زادة بالنسبة لي في التشكيل هذا هو وجود البروفوندور اللي يتمثل في الخنيسي اللي كنا افتقدناه في آخر مقابلة دخل في الشوط الثاني، صحيح صلحنا شوية. والحاجة المهمة الأخرى هي نشوفوا الزون دو ريكيبيراسيون وين باش تكون بالنسبه للمنتخب، اسكو البلوك باش يكون عالي باش يكون ميديان، دونك ان شاء الله نقول المدرب يكون حذر كما يلزم باش يحاول ما يخليش مساحات كبيره للفريق المنافس. جنرال بون الاختيار معناها محترم اللي باش يقعد، هما تو لعبنا ثلاث مباريات وما لقيناش معناها الفيتاس كورازير نتاعنا، ما لقيناش معناها المردود الجيد، هو اللي خلينا يعني مترددين شويه هكا على مستوى معناها الفريق، لكن ان شاء الله الامور تتوضح وتتحسن اكثر بهالراحه على الاقل النفسيه اللي خذوها نتاع يوم، وتحولوا من مدينه الى مدينه ويرميز اون كيستيون تاع اللاعبين والاطار الفني والمسؤولين، الناس كل مع بعض حتى يعني تهدى الخواطر شويه ويشوفوا الامور افضل والحلول افضل، وبطبيعه الحال قراوا الورقه معناها وقلبوها لانه صفحه جديده اليوم، خروج المغلوب، خروج المغلوب هي مباراه كاس، مباراة كاس ما تخضعش إلى معناها تكهنات مسبقة مثل ما شفنا معناها المباريات هذية، فيصير فيها التفكير غير، تصير فيها النظرية غير، فإن شاء الله يكون عملية التنشيط ولي برانسيب دو جو اللي منظمينهم يكونوا واضحين، حسب ما سمعت معناها في التشكيل إذا كان أعطاه 4-3-2-1 هي غير 4-1-4-1، دونك هذاك علاش شوفوا التنشيط و كيفاش باش يتعامل مع المباراة، هذا باش نعملوا على الفريق نتاعنا على الإمكانيات نتاعنا نضغطوا عاليين نلعب على نقاط القوة نتاعنا، هل نستنى معناها فريق الخصم ونعمل دي ترونسيون رابيد، يعني هذوما حاجات اللي نجم معناها نشوفوهم في المباراة كيفاش ينجم يكونوا، عندنا أوراق معناها خاصة هجومية معناها موجودة، فالاختيار نجم نقولوا كونه كان محترم وإن شاء الله التعامل مع المباراة يكون محترم. ناصر إن شاء الله يكون يوسف المساكني في نهار وباش يرجع للريتم اللي عودنا به يوسف. التشكيله بالنسبه للتشكيله فما توازن، معناتها كي نحكيوا على الفريق نحكيوا على التوازن، نحكيوا على ثلاثه ملاعبين وسط التيران، معناتها الحاجه اللي باهيه معناتها سواء فرجاني سيسي ولا شعلالي ملاعبيه اللي نجم يعطيوا الباس الاخرانيه، خاصه فرجاني سيسي يعطي الباس المزيانه اونتر ليليني اللي نجم ياخذها ياسي الخنيسي في لي زيسباس، زاد يوسف المساكني كيف كما قلت انا بكري ان شاء الله يرجع للريتم نتاعو، لخاطر يوسف اللي كابابل معناتها تعرف الملاعبي اللي كابابل اتو مومون ينجم يعمل لك ديفيرينسا في اي جيست تكنيك، هذا مهم برشا يكون عندك فريق، لكن المهم ان شاء الله تكون روح المجموعه موجوده، ان شاء الله يكون برشا فولونتي، بالفولونتي وبالروح ان شاء الله ينجموا نتعداو المباراه هذه على ساعه ونص. ومهم برشا ايضا نتعرف على فريق غانا المنتخب المنافس لمنتخبنا الوطني اليوم في تقرير لمراد عمر ووليد الرياحي. تونس غانا، حوار كلاسيكي بين منتخبين تقابلا في أكثر من مناسبة سابقا، إما في تصفية المونديال أو في نهاية الكان، لتتكرر المواجهة غدوة الاثنين في ملعب الإسماعيلية والريان اقتناص تذكرة العبور للدور الربع النهائي. نصور قرطاج ترشحت الدور الثمن النهائي في المرتبة الثانية على المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات أمام أنغولا ومالي وموريتانيا. الهجوم سجل هدفين والدفاع قبل نفس العدد من الأهداف. منتخبنا في حوار كاس لا يقبل قسم على اثنين، مطالب بمصالحة الجماهير التونسية بعد الأداء المهزوز في دور المجموعات، ولن يتحقق ذلك إلا بالتركيز التام على مواجهة النجوم السمراء الغانية والقتال على كل كرة والغيرة على الراية الوطنية لتتواصل مسيرة في هذه المغامرة القارية. المنتخب الغاني تأهل إلى هذا الدور بصدارة المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، حصدها من فوز على غينيا بيساو بثنائية وتعادل مع الكاميرون دون أهداف ثم مع البنين 2-2. هجوم المنتخب الغاني بقيادة نجم كريستال بالاس جوردان أيو أحد أبرز هدفي هذه النسخة برصيد هدفين، ضرب في 4 مناسبات في حين دفاعه قابل للاختراق بما أنه قبل هدفين في الدور الأول.
البلاك ستارز المتوج باللقب القاري في 4 مرات سابقة، آخرها في نسخة 82، يتميز جيله الحالي بمفاتيح لعب هامة في الهجوم تملك الخبرة، لذا وجب الاحتياط منها كما أندري أيو محترف بنرباتشي التركي، جيان أساموا وتوماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، لكن باش يكون محروم من جهود كريستيان أتسو أفضل لاعب في كان 2015 بسبب الإصابة. تاريخ المواجهات بين المنتخبين يؤشر على سيطرة كلية لغانا، حيث لم يسبق لنسور قرطاج الفوز على النجوم السمراء الغانية في 7 مواجهات رسمية بين تصفيات المونديال ونهاية الكان، عادة تعادل وحيد تحقق في كأس أمم أفريقيا نسخة 63. فهل يكسر النسور هذه القاعدة في كان مصر 2019؟ إذن هذا هو المنتخب الغاني، أكيد منتخب محترم، منتخب صعب الميراث، لكن المنتخب التونسي قادر أن يتجاوزه إذا ما تعلقت الهمة والعزيمة طبعا عند لاعبين المشكوش لحظة باش يعطيوا كل ما عندهم غدوة من أجل إسعاد الملايين. ما نعرفش كابتن محمد الوضاحي، المنتخب الغاني عنده تقاليد وعراقة كبيرة في الكرة الإفريقية، كيفاش تنظر المواجهة تونس غانا؟ أعتقد بأن المنتخب الغاني تقاليده في المسابقة الأفريقية تعود لسنوات ماضية، والآن لم يعد ذلك المنتخب الذي بسط سيطرته على المسابقة القارية لسنوات متتالية. اليوم خصوصا في الدور الأول، وإن كانت مباريات الدور الأول لا تعتبر المعيار الذي نقيس عليه مدى إمكانيات المنتخبات، خلال الدور الأول من خلال الأداء للمنتخب الغاني لم يقنع، لم ربما الأداء لم يصل إلى طموحات الأنصار والعشاق. بالمقابل المنتخب التونسي عاش فترات ولحظات صعبة قد تكون ربما مفيدة كدرس لمباراة الغد. الشيء الذي ربما يبعث على التفاؤل في هذه الفترة هو أن الجميع استوعب الدرس، وأن هناك ردة فعل سواء على مستوى الطاقم الفني، على مستوى اللاعبين، وخصوصا هذا التواصل الذي عاد بين الطاقم الفني ومختلف أعضاء الطاقم الفني واللاعبين. ربما قد تكون هذه نقطة مهمة وإيجابية للمنتخب التونسي حتى يستعيد القوى. ردة الفعل نشاهدها ونلاحظها من خلال التشكيل كما قال سمير، أن هناك استجابة أيضا للانتقادات التي وجهت لهذا المنتخب ولاختيارات الطاقم الفني أيضا. هذه نقطة إيجابية أتمنى أن تكون مؤشر أول إيجابي، في انتظار أن ينعكس ذلك على النتيجة النهائية. على المستوى الفني يبدو المنتخب التونسي بلاعبيه الذين تعودوا على اللعب معا على المستوى الفني الذي يمتلكه هؤلاء يبدو أعلى من المستوى من المنتخب الغاني، لكن تبقى دائما هذه المنافسة القارية في أفريقيا، لا مستوى فني ولا تكتيكي ولا شيء، أحيانا منتخب البنين يقصي منتخب المغرب. على جزئية صغيرة تحسم المباريات تمام. ونتمنى أن تكون الجزئيات لصالح المنتخب التونسي. كنا نشاهده في الحصة التدريبية الأخيرة عشية اليوم قبل المواجهة، كانت هناك صور طبعا خاصة عن الحصة التدريبية للمنتخب الوطني التونسي. ناصر البدوي أعتقد كل شيء حاضر اليوم، هناك تغييرات جوهرية وجذرية في المنتخب على مستوى التكامل، على مستوى التناغم، على مستوى الإطار الفني، وأيضا اختيار التشكيل. أعتقد أنه فاقوا من الدوخة الناس. صحيح، فما تغيير في المجموعة، تحس فما نقولوا احنا مؤشرات إيجابية، فما حاجات يمكن توجدت في 3 مباريات الأولى توا إن شاء الله تجاوزناها، إن شاء الله تعديناها، معناتها إن شاء الله معناتها تكون الفترة الصعيبة تعديت بالنسبة للمنتخب التونسي، لكن تقعد مباراة غدا مباراة مهمة بالنسبة لنا احنا فريق الغاني، بالرغم انه معناتها نقولوا احنا من ناحية الاستاتيستيك وقت اللي نحكيوا عليهم يقولوا نوعا ما الفريق الغاني عنده برشا تفوق على المنتخب التونسي. لعبنا 7 مباريات 6 انتصارات الفريق الغاني، لكن تعادل واحد، لكن المنتخب التونسي غدا مطالب باش يكسر القاعدة هذه وينتصر الانتصار الاولاني على الفريق الغاني، خاطر مهم
انك اليوم المجموعه وروح المجموعه والملاعبيه ظهر لي هما بيدم يعاد حتى في الوقت السابق كنا نحكيه راه في وقت ما سي امام هذا ملاعبي فما رده فعل شخصيه انه هو بده يحب يمنع الدوره نتاعه وهو بده يحب يمنع الفاس اللفاس نتاعه هو بالنسبه لي هو فما نقولوا احنا يتمس في الـ في الـ في نقولوا احنا في شخصيته في الاورغوي نتاعه معناتها مهم انا باش نعتقد انه غدوه باش تكون ان شاء الله بدايه الصحوه للمنتخب نتاعنا ويعطينا التصويره اللي يستاهلها وخاطر راهو كان حلمنا وحكينا على المنتخب هما وصلونا للحلم هذا وهما قادرين فما عندنا امكانيات انا ما نمنش ملاعبي شهر التالي يكون بيرفورمون وبعد شهر يولي لا بيرفورمانس تنقص ان شاء الله غدوه نشوفوها بالحق على الميدان. سي عمار شي الحاجه اللي تبعث على التفاؤل في مواجهه تونس غانا مقارنه بالثلاثه مقابلات الاولانيه. بون كيما قلت لك تبعث على التفاؤل الابتعاد الكلي على حتى على المكان اللي كنا فيه ثم الفتره وان كان ما هيش طويله برشا لكن تفيد لانه ثلاث مباريات ورا بعض خليني نقول مراجعة النفس صعبة في ظل مناخ ماهو جيد وبكله سلبيات بعد فترة الراحة ربما تتنفس الناس تشوف حلول أفضل وتشوف رؤية أفضل وتشوف يعني المستقبل قدام أفضل مع مشاهدة المباريات اللي صارت هنا تعطينا دفع لكن زادة تعطي تحذير للفرق الأخرى باش نجابوها مثل غانا زادة يسون تابيرتي مش تعطينا دفع معنا ونحن برك حتى غانا يسون تابيرتي باش يكونوا جاهزين ومحضرين أنفسهم للمباراة هذه دونك خليني نقول هو كونه ربما خاصة بالقرب مع بعض وهم ديما بطبيعتهم يحكيوا مع بعض يلقاوش بعض الثوابت القديمة اللي اشتغلوا عليها وفيها مباريات لاباس بها وفيها معناها وضعيات لاباس بها فيهم برشا فرحة برشا معناها مباريات باهية وفيها نتائج كويسة دونك أبارتير دو لا ينجم الواحد يراجع كل ما هو إيجابي حتى لين تتحسن من الأمور وخلينا نقول المفتاح المباراة باش تكون الأمور معناها ناخذ معناها اكثر اطمئنان وثقه على الفريق لو مبادر بالتسجيل هذاك مؤشر باش نكونوا معناها واضحين كانوا دخلنا في صلب الموضوع بجديه ويعطينا دفع اكثر وثقه اكثر في النفس ونصيروا يعني نركضوا اكثر في الملعب ونتحرك بكل معناها حريه وخلق ابتكار معناها في الملعب. ملاحظه سوقه بكل معناها احتراز هو كونه رضوا بنا من الحراسه، الفريق هذا كل معناها اغلب ما المباريات نلعبوا ضدهم الا ونعملوا اخطاء في الحراسه. نذكروا بلبولي نذكروا حتى صديق خزازي عام 63 نذكروا يعني فيه في بعض الاحيان بعض يعني كاك لو سينيان ديام انا لحد الان ما عملناش ضده معناها نتيجه ايجابيه فان شاء الله نكسروا معناها العاده هذه سينيان ديام هذا وندخل على المباراه هذه بكل جديه. رضوان واتاك المريول اليوم عايش كنت زاد واتاك البلو ما شاء الله منور احنا نتعلموا من عندك كسروا في الالوان كيك باش تكون الوان زاهيه كيما انت كيما الكابي الجوكر نتاع الفولي عرفت الكولور ديفيرون ما شاء الله دونك تي في لا ديفيرونس ما شاء الله احنا تبارك الله دونك اليغون ما شاء الله لي حتى غانا زاد تخوف نحكيو عليها هات نرجعوا نحكيو عليها هي ماشي حتى البرومو كود تاع انفشار حتى اليوم مودافنشي عاملين شعر والله وكاتبين الشعر معناها جابوا البنات دونك مودافنشي تلبس التاسعه كان في كل زمان ومكان وغدوه ان شاء الله الجمهور يروح فرحان معاملين على ربي وعلى جرينتا ويوسف وغيلان دونك مودافنشي ديما حاضره في الكان تستاهل مودافنشي تصفيق دونك مودافنشي تحط على ذمتكم مسابقة للفوز طبعا بتذكير سفر إلى اسطنبول كاملة الأوصاف فيها الإقامة والتنقل وتذكرة الطائرة تلقاو المسابقة هذه أكيد على الباج أوفيسيال تاع مودافنشي تدخل الباج هذه لازم تكونوا أبوني بيان سور في الباج هذه تلقاو خمسة من أصحابكم وتبارتاجيو البوست والسحب باش يكون إن شاء الله النهار الفينال تونس إن شاء الله تكون في الفينال مودافنشي موجودة في حي النصر شارع الهادي نويره فرت بلاش ولا لا مشكور اعطيني وين نلقاو الثانيه وين دونك حي النصر الثاني
في اللاك دو دونك في مركز تجاري في اللاك دو في لافايت وفي شارع باريس. حبيش نسلك سي محمد لانك انت جميع اخرى تكمل في تونس واللي تعرف تونس اكثر منا. ايضا مودا فينشي ما نساتش الناس اللي يتعذر عليها التنقل، تدخل على الباج فيسبوك اوفيسيال تاع مودا فينشي وليفيريزون ا دوميسيل، كل حاجه تختاروها وتلقاوها موديلات متنوعه وازياء وطبعا الوان زاهيه كما الوانكم انتوما وكما قلوبكم انتوما. ميرسي مودا فينشي. نرجعوا للمباراه ونرجعوا للاجواء وللتحضيرات، لكن قبل ما نعطيك الكلمه انت وسمير السليمي نستسمحك ونستسمح الساده المشاهدين الندوه الصحفيه لاران جيراس في مبعوثنا في تقييم مبعوثنا الى هناك فؤاد مفتح ولؤي بن صالح ومحمد فليس. ما عملناش اونتر معناتها تاع كان باهيه، يمكن معناتها باش ما نكذبوش على رواحنا عملنا ثلاثة ماتشات مش الكل، مي معناتها اللي حشنا به انه باش ترشحنا هذول اللي ماتش هذا باش يكون صعيب صحيح، معناتها الناس كل حاسه والناس كل تحب تعمل رياكسيون، ان شاء الله نكونوا حاضرين وان شاء الله غدوه معناتها نعديو ماتش باهي ونترشحوا. نتصور انه استخلصنا العبره من المباريات السابقه وعملنا على تدارك النقائص المسجله على جميع المستويات. نحب نكذب كل شيء معناتها بالرسمي يدور لي يمكن اول مره معناتها يكون جروب هكا الناس كل معناتها تخدم المصلحه واحده اللي هي مصلحه المنتخب الوطني. المشاكل هذوما اللي يحكيوا عليهم معناتها الناس كل تقرا فيهم يمكن وتضحك معناتها حتى كي نقراوهم احنا كما قلت البارح نقراو فرجاني هساك وهو بحذانا معناتها هساك وروح معناتها بالعكس والله جونا معناتها بايع على الاخر ان شاء الله معناتها هذايا نحولوه معناتها سير تيران ان شاء الله اكثر معناتها اكثر قليب واكثر قرحه ان شاء الله غدوه باش نضمنوا الترشح. بيان دومي اون سي كون رونتر دانز اون فاز دو ماتش اليمناسيون اون ديريكت. الدخول في مرحله الاقصائيات وخروج المغلوب يطلب مقاربه خاصه وروح معنويه مغاير وتفرض التركيز زاده على الجاهزيه البدنيه والذهنيه للمجموعه. دونك لابوردي دو سيت فاسون لا سي لي دوني دو بروبليم اون اني فوالا دان كيل ايتا ديسبري اون سو بريبار بور سيت رانكونتر. إذا جراس والخليسي أكد أن المنتخب التونسي عازم على الترشح وأنه استعد كما يجب لهذه المواجهة الحاسمة والمصيرية في الكرة التونسية. رضوان الفالحي. عجبني في الديكلاراسيون نتاعو الحقيقة يا طه ياسين الخنيسي، لي كونسيون كو المنتخب ما كانش في أحسن حالاته في الدور الأول، قال أنه حتى على مستوى الأمبيونس المجموعة تحسنت، الإطار الفني فما أكثر نتصور كوميونيكاسيون من بعد الديسيزيون اللي اتخذت ديرنييرمون، دونك نتصور حتى لي زيكود اللي جاينا من غاديك الكلهم تقريبا إيجابيين. أون أتوندون الفريق الغاني الحقيقة فريق محترم، يلفو فير أتونسيون مالغري البداية نتاعو ما كانتش طيبة، كان عمل تعادل مع البنين، كانت عمل تعادل 0-0 مع الكامرون وانتصر على غينيا بيساو 2-0. نقطة القوة نتاعو بالنسبة لي أنا هي وسط الميدان وأكيد الأخوة أيو معناتها في قلب الهجوم وعنده لي دو زاريير لاتيرو نتاعو معناتها يلوبت برشا لاتاك يطلعوا يخليوا مساحات في الظهر أون دوا بيان بروفيتي. هذاك علاش نتصور التشكيل نتاعنا ثلاثة لاعبين في وسط الميدان باش تكون فما سوبيريوريتي نوميريك 5-4 وسا ديبون بعد كيما كان يحكي سي عمار احنا والتنشيط الهجومي او الدفاعي كيفاش باش يكون نتاع اللاعبين نتاعنا. عندنا لي زاتو نتاعنا الكل، عندنا ثقه في الملاعبيه نتاعنا، كنا ايجابيين تقريبا في اغلب الحالات وان شاء الله مازلنا جوسكو بو غدوه اون كونت سور تو الموند معناتها كوستوا ملاعبيه ولا اطار فني والناس اللي دايرين بهم نجموا نتجاوزوا عقبه الفريق الغاني، ماهيش مهمه مستحيله. على ذكر الفريق الغاني هذه اخر حصه تدريبيه ايضا للمنتخب الغاني عشيه اليوم طبعا في الاسماعيليه استعدادا لمباراه تونس. نخليكم مع هذه الصور وطبعا التعليق للحضور. تفضل. حبيت نكمل جوست بالميساج الايجابي هذا انه عندنا ثقه في الاولاد نتاعنا الكل وني كابابل، فريق غاني محترم لكن نتصور كيف حتى هو زاد قريرنا الف حساب، عندنا الامكانيات الكل ان شاء الله اللونتام يكون معناتها كما يلزم لانه سافاتيتر معناتها ديسيزيف حتى على المستوى المعنوي للمنتخب نتاعنا ونا بزوان باك الهدف هذاك من الاول ولا الدخله الباهيه باش تحطنا اون كونفيونس وتخلينا في السكه الصحيحه وان شاء الله نتجاوزوا الفريق الغاني هذا ونتعداو للدور ربع نهائي ان شاء الله.
سي سمير، المنافس المنتخب الغاني ثلاثة مباريات في الدور الأول، ثلاثة خطوط مختلفة، كيف كيف احنا وياهم، ما يفرق علينا حتى شيء. المباراة الأولى 2-2 يلعب بطريقة معينة، الماتش الثاني مع الكاميرون يغير خط اليسار الكل، يدخل ساموا ويدخل ويغير خط اليسار الكل، يقوم بثلاثة تغييرات، يعمل 0-0، لكن في الماتش هذاك أتسو تضرب، كي تضرب أتسو يغير الخط. من 4-2-3-1 و 4-3-3 في الماتش الاولاني، الاربعه 4-2 على 3 خطوط، يعني خط دفاعي خط وسط واثنين في خط الهجوم، اندري ايو وجوردن ايو. يعني اصابه تسو خليته يغير حتى من خطه اللعب، يربح 2-0 ويقنع في الماتش الاخراني. دونك علاش انا معناها كي نتبع الانشينمون نتاعو هو في طريقه التعامل نتاعو نفهم ابوبري شكون مش يلعب بالضبط. اكثر من هذا فما 6 ملاعبيه لعبوا 3 مباريات، هذوكم باش نلقاهم موجودين، منهم حراسة المرمى وخمسة ملاعبية أخرين فيهم زوز أخوة أيو. جوردن جانا ساموا أفضل لاعب وأفضل هداف في تاريخ غانا الكل، لعب كان 12 دقيقة برك، وهذا ماتش الكاميرون، وهذا خلى الفستير نوعا ما متشنجة، مقسوم على اثنين، جماعة جيانا ساموا يحبوهم داعمينه، وجماعة الأخوة أيو من الغادي مش يروحوا داعمينه، دونك فما انقسامات نوعا ما اللي على الكابيتانا الكابيتاناوي خلى أبيا المدرب ربما يعيش نوعية ظروف مش باهية بالكل. إذا كان لخص هذا الكل نقول أنه المنتخب الغاني غنابل برشا على المستوى الذهني خاصة، فريق فراجيل يلعب وهو منقسم نوعا ما، لكن الماتش الأخراني يعطيه معطيات أخرى خلات ربما منتخب الغاني ورا مردود ممتاز وطيب جدا. واجب الانتباه أولا لخط الوسط نتاعهم، لأنهم يلعبوا 4-4-2، لكن جوردن أيو ولا أندري أيو واحد منهم يرجع للمتر يولي بخمسة، علاش قلت قبيلة؟ راهو دخول فرجان إيساسي مهم برشا في التوازن نتاعنا على مستوى وسط الملعب، لياقة بدنية عالية، كرة ثابتة ممتازه جدا بالنسبه للمنتخب الغاني، لكن ذهنيا ضعيف نوعا ما، ونامل ان شاء الله يا ربي المنتخب التونسي يتمكن من تسجيل هو الاول، يعني هو يكون مبادر بالتسجيل، اذا كان بدلنا بالتسجيل فانه مش تظهر عليه عدد كبير من الاخطاء على المستوى الدفاعي. نرجع للمؤتمر الصحفي انا بتاع الانجليز تسجيل الخميسي، نعم. حتى سمعت تصريحات اخرى، لانه في اشياء مهمه نمر عليها ماير الكرام وما نعطيوهاش اهميه وهي مهمة معناها حتى على مستوى التأثير على النتيجة، هي التعامل مع الإعلام. بالنسبة لألان جيريس قال اللي هذه أعتقد عمل الريكاب نتاعها وشاف السلبيات الإيجابيات، بطبيعة الحال سيتا مجد كوب خروج المغلوب خروج المغلوب باش تكون التحضيرات غير وحتى التركيز ماهوش نفس التركيز. نحكي على الإعلام، الإعلام ساعة فما نوعين تاع إعلام، التواصل الاجتماعي والإعلام المكتوب أو المرئي اللي نشوفوك في البلاتوات. دونك التواصل الاجتماعي باعتقادي اللاعبين يكونوا واعيين اللي ماهيش حاجه رسميه، ما تسماش اعلام، ماهوش اعلام رياضي، فوضى في 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 اشياء ايجابيه، لكن في كثير من الانحطاط وصلوا مسهم يهتكوا في الاعراض تاع اللاعبين في عائلاتهم في نسائهم، فهذا امر غير مقبول، فهما يزم يعرفوا يتعاملوا الوضعيات هذه، الامر هذا ما ياخذوش معي الاعتبار، وان كان يمس منهم، ماذا يمس منا؟ انا قاعد نشوف مثلا في كل تدريب نهبطوا بجوز بورتابلوات في الماشين في الفستير بزوز بورتابلوات، نشوفوا حل الوضعيات هذه. هذه يعني حصة تدريبية والا في المطعم والا في العيادة، كأنه أستاذ مثلا المدرب وهما تلاميذ، يدخل شي واحد يقرأ بورتابل، يدخل شي أستاذ يقرأ بورتابل ماهوش موجود، حاول نلقاو حل. على كل حال ماناش في روضة أنا باش نعطي الطرح هذا، لكن نلقاو حل باش نقص من الضغوطات هذه. فيما يخص الإعلام، فكل لاعب لما تصير عنده دورة والا حتى الفرق لابد باش يتعامل معه، لانه اصبح عنصر جزء لا يتجزا من المسيره نتاعه، معناها كل ما فيه مثلا تورنوا ولا مباريات الا ويجهز نفسه كما يجهز نفسه في النوم في التغذيه في الحصص التدريبيه، يجهز نفسه للاعلام، يعرف اللي بيلقى انتقادات، يعرف اللي الاشياء الايجابيه اللي يشوفها يحاول يبني عليها، الاشياء السلبيه يحاول يتفادى منها باش يعرف كيف يتعامل مع الظروف هذه كل، هذا شيء ما وملح ما عادش نمتحيه، وهو اللاعبين او المسؤولين يعرفوا التوجهات، هنالك من عنده مصلحه ضيقه، هنالك من عنده ماكينه ضد المكتب الجامعي، هنالك يعني كل وجد فيه ابواق منه من المعارضين من الباهين من الخايبين واحنا ماشيين، دونك هذا نحكي على وضعيه عاديه، دونك اللاعب مع الاعلام يزموا ياخذوا معي الاعتبار، لانه هو في مسيرته كما قلت جزء يعني في بعض الاحيان الاعلام ينفق في صوره اللاعب، علاش يقبلها؟ ولما ينتقده ما يقبلهاش، فيحاول يتعامل مع الوضعيه هذه ويأخذها بعين الاعتبار، لأن نحب ولا نكره في بعض الأحيان تأثر على تركيز اللاعب، ما نقولش على مردود جملة واحدة.
ولكن علاش نقولوا هذا لاعب يعني شخصيته قويه وشخصيته مش قويه؟ ما نحكيش على التخطيط الذهني اللي يقبل وضعيات الكل ويعرف كيفاش يخرج منها. يعني نشوف مثلا في حالات لما نكونوا فريق نتاعنا ما لعبش مليح وما يعطيش تصريح، ليش تعطيش تصريح؟ تعطي تصريح جاهز نفسك، جاهز نفسك انت ملي ماشي للدوره او قبل المباراه. بون مش نتمناو لانفسنا اللي احنا منهزمين، لكن اذا الظروف صعيبه باش نقول اذا الظروف ايجابيه نلقى الاجابه الباهي. يعني تعطي سمعه، تعطي سمعه، يعني تعطي يعني تعطي. عمركم تخرج انت بعد الهزيمه وتتصرح؟ هاو جاي كان انا قطعت الاعلام في 2002 مده موسم كامل على عنوان، ولما تقرا في مش في الصحيفه نتاعك، ولما في 2002 قلت بعد 2002 ولما تقرا العنوان، لما تقرا العنوان تلقاه تمنيت تدريب الترجي الرياضي التونسي قبل المنتخب. وانا في النجم الساحلي كيف تقرا الفحوى تمنيت الفرق الكبرى كل الترجي النادي الصفاقسي النادي الافريقي كذا، فهمتني؟ وهذه صحيح قلتها، لانه انا من حملم بعد اون سيزون في ديفيزيون ناسيونال خذيت ليكيب ناسيونال. دونك نقول شيء نحس به، قلت انا تمنيت لو دربت الفرق الكبرى وبعد ناخذ المنتخب باش هو يبيع الجريده نتاعو ويعمل لي مشكل في الاتوال يحط عنوان كيف نات. جاي بويكوتي لا بريس عام كامل، تلفزه راديو جرايد، جاي بويكوتي لا بريس عام كامل، ما عملت حتى تصريح. من بعد وليت انا نطلب شفنا علاش تصريح؟ تصريح هو وضعيه لكن في ظروف معينه. اش معناها في ظروف معينه؟ مش انا خاسر ماتر دي زيتا شامبيونان من الكاريتا حطيت يدي على حرف على 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 الجازون، شنو رايك في المباراه؟ وانت خسرت شامبيونان، معقوله هذه؟ ما تجيش. لكن لما يكون فيه ناخذ فتره راحه نتاعي وانا مثلا لا تحكي غير كي تبدا رابح ولا خساره مش مؤثر على مسيرتك. خاسر انا الخساره اللي اثرت على مسيرتي لقيت ما يقارب العشرة صحفيين، ما اثرتش على مسيرتي بليتو مي اثرت فيا مش على مسيرتي، لقيت على الاقل 10 صحفيين وعملت تصريح نص ساعه. وليت انا في قرارت من نفسي نشوف كيفاش باش نعمل التصريح نتاعي، وخاصه لما نعود مانيش في وضعيه باهيه، لما نكون منهزم انا نلوج عليه باش نبرر باش ندافع على نفسي. تقع في استفزازات وكذا ويستحيل باش نهار هزيت التليفون وكلمت اعلامي علاش عملت شيء هذا او هذا، لكن نتصرف لما نكون وجه لوجه في المؤتمر الصحفي. هو راهو المسؤول الكبير ولا الملاعب الكبير ولا الـ 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 اي انسان موجود في المجال الرياضي في الفترة الصعيبة هو اللي يلزمك تمد صدرك وتتكلم. أنت عادة يلزمك على خاطر الرأي العام في حاجة أنك اليوم تعطي على شنو ما مشيش، فخاطر وقت اللي تبدا منتصر تبدا الأمور كل ماشية والناس كل فرحانة حتى كان فما حاجات ما تمشيش. أنا عجبتني الديكلاراسيون تاع لانجيريس، قال أنه اليوم وقفنا على الأخطاء نتاعنا، معناتها الكلمة هذه معناتها مهمة برشا، أنه هو كان شاعر أنه الفترة اللي تعدات في المنتخب ما كانتش فترة إيجابية، كانت أنه فيها أخطاء وتم تقييمها وتمت المراجعة فيها، هذا بوادر تخلينا إن شاء الله معناتها نجموا نبنيو على ماتش غدوه ونجموا ناكدوا عليه. زاد ياسين الخنيسي قال انه الجو نتاعنا في المجموعه راهو جو ممتاز والاشاعات اللي قاعده تخرج راي ما عندها حتى اساس من الصح، وهذا ان شاء الله نتمناه وان شاء الله غدوه تشوفوه سير تيران بالروح وبالبذل وبالعطاء وتكون الملاعبين الكل حاضرين للمباراه هذه ونلقاو روحنا في الدور القادم ان شاء الله. محمد الوضاحي، لو كنت معلق عن المباراه شو افضل سيناريو تتمناه للمنتخب التونسي في مواجهه تونس غانا؟ السيناريو الامثل اعتقد مثل ما قال سي عمار ان المنتخب التونسي يكون سباق للتسجيل. قال سمير لما قال سمير ديما تظلم انت على يمين انا اليوم انت ثاني فلما يكون لما المنتخب التونسي يتمكن من تسجيل الهدف الاول ويكون سباق للتسجيل سيستعيد الكثير من الثقه وايضا الاندفاع والرغبه في الامور النفسيه. يعني النفسيه ايوه والله صح لا مش النفسيه الذهنيه الذهنيه ايوه لازم تفرق الذهنيه والنفسيه أيوة. مونتال لا الذهنيه اهم. فلذلك اعتقد بان هذا هو السيناريو الذي اتمناه الذي ارجوه ايضا ان يكون غدا للمنتخب التونسي لو تمكن من التسجيل في هو الاول راح تكون مشاركة غير للمنتخب التونسي. أنا قلت لكم ما لازمش نحكم على المنتخب التونسي يعني بشوية عليه تذكروا هذا. يعطيك الصحة محمد، تحب تعلق على محمد رضوان؟ عجبتني الأمور الثانية اللي حكيها لا عمار عمار أنا حبيت نسأل عمار عمار أنت تبويكوتي لا بريس بوندون أون أني برأيك هذا قرار صائب؟ أبريكو شوف في وضعيات معينة شوف عندنا أنا في الفترة هذيك عندنا خلينا نقول
تكوين معين، تكوين معين اللي حتى على مستوى ترابيد اون ستاف وكذا ما كانش موجود. انا خدمت المنتخب وقتها، انا عمري ما خدمت اون ستاف، نلقى روحي في الكيب ناسيونال تخدم اون ستاف، خدمت شهرين في ليتوال اون ستاف، عندي معد بدني وعندي كذا، ما عنديش، معناتك ما باش نضحكوا شويه، في حمل ما عنديش معد بدني. انا والمساعد نتاعي الصديق نقول له يا بري مشي اعمل طلع ليكيب الاخرى كيفاش تسخر، الاخرين عندهم معدين بدنيين، نلقاها كرماس بلو هي وكذا، مشي خذ بالضحك رابحين ومروحين من الفستير. دونك وقتها ما عندناش الفكره نتاع الاعلام والتعامل نتاع الاعلام وكذا، فهي وقتها يعني ارباك. وفي فتره باش نكون واضح عن الامانه، لما تكون مو نجم مدرب نجم الساحلي تتعرض الى تتعرض حتى تزعل عليك يا عمار، زعلنا هو تزعل علينا في انتظار السيد هذا من هنا لاخر الكان، تتعرض شو اسمه يعني لما تكون مدرب في نجم الساحلي فتره وفترات تتعرض الى هكا يعني عمليه ارباك perturbation. دونك شنو الشيء باش تعملوا؟ قول مثلا باش يكون قال لي كذب، لا نكذب انا كي نخسر في المستعلي وموري ما تمشيش يطردوني، نسمع نشتري مشكل مع فريق اخر ومشكل اخر، لا خليت انا ديما العاده نتاعي هو بور لي جيري الفو لي زينيوري. فاخذيت الموقف هذاك لانه مش معقول باش انا نعمل تصريح وانت تاولهولي وتغيرهولي. سي عمار يغلط جورناليست ما تعقبش تقول. انا جاي يعني بالعربي سامحني ما عرفتش. انا هاو نقول الفكره نتاعي، علاش انا نجي البلاتو؟ ما نحبش نعطي مثلا شو يقولوا له هو. لا معناها الانترفيو باريكري في التليفون مثلا ولا حاجه، لانه ينجم الفكره ياولها لي ويحط لي عنوان وكذا ولات الامور تتلخبط لي. دونك نفضل يكون هكا انا انترفيو اون ديريكت اما في الراديو ولا في التلفزيون باش نتلافى التاويلات وتغيير الكلام نتاعي وتحط لي عنوان من صفه كذا وصفه كذا، هذا هو. دونك تقول لي ندمت ما نديش في الفتره هذيك، هذاك التوجه نتاعي. بعد نعرف قيمه الاعلام ونعرف الاعلام شنو عطاني واش خذيت من الاعلام. انا باش برز اونتراتر بالاعلام وبصفة عفوية مشيت نحلل في قناة 21 وحتى كيما توا موجود أنا معاك نعطيك الفلسفة نتاعك. أي وضع أنا باش نجي سي ناصر بدي بربي كلمت سي ناصر الخماخي باش يجي راني. يا وي تفرج فيه سي ناصر الخماخي. اسمع انا تعجبني التلقائيه والصراحه تاع عمار. كان 2001 جيت المنتخب بالوضعيه هذه خويا ناس فرجت فيه في التلفزه وكذا مع لي ريزولتا يتبعوا منا تلقى روحك يشتكي لي يا عادل كي ما عيطولكش تلابس يا عمار كي ما عيطولكش تلابس اش تعمل؟ شكون؟ يعيطولي مطلوب انا من الدلل انا سي عمار هو انت غلط في الادريسه راهو مش كلم سي عادل مش يجيبك البلاتو قبل لا 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 شنو شنو ولا نكلمك انت شويه بشويه شنو كذا قلت له غير ما تكلم ناصر كويس كي يجي البلاتو خليك باش يشوفني لا ناس يا خماخم قلت له تكلم مع عادل باش يجيبك مش ناصر لا من باب لا لا يعني لا لا من جد معناتها الاعلام عنده من من السيبور من الاهميه نتاعو هو السيبور هذا معناها تنجم من الحاجات اللي تخليك معناها تظهر ونشوف فيها انا افضل من ان يبدا واحد يحاول في هذا ويكلم في هذا ويمز في شو مدخل شافوك في السعوديه هنا في البلاطو شافوه حيوه اكثر من مره حيوه لا في السعوديه لا قديمه لا في السعوديه دو مشاور لا لا المره هذه نتاع كي لي عاد اسم السعوديه السابق انا لا فما فتح جبال وقت اللي حضر حذانا المره اللي فاتت كلمني من غدوه ما نعرفش شكون معايا رضوان وشكون قال لي ما كنتش تصور الصدايا هذايا من السعوديه كلموه من الكويت كلموه عمناو ما نساش نقولها في بالمكشوف ايضا شهاب الليلي فريق الكويت الكويتي كلموه قال نتفرجوا فيه نحبوا على نمروه يعني متابعة البرامج الرياضيه في تونس فما برشا ناس ما تعرفش المدربين تكتشفهم ايش عندك يا اخي؟ طلعت منه برشا القرار كان صائب برايك وانت الان كل فتره بين الاسطر انت ندمان على هذاك القرار لو كنت لو كنت مكون اعلاميا ما كنتش تعمل هذاك ما تتخذش هذيك الخطوه كل فتره وفترتها تو نعرف معناها كلمه الاعلام نعرف كلمه التعامل كلمه كذا ولا حاجه يعني مهمه راهو يعني الاعلام مشكل خطير هو السلطه الرابعه فاهمين تحب تعمل هكا براد فير مع الاعلام كي تبدا باش تلوح الساك والصباط والسيرفيتمون والزفار ما عادش باش ترن وقتها تنجم تفرغ قلبك اما زلت في التيران اياك احطاط
بس ثمين هذه باهي على كل حال. تفضل محمد. افهمت طبعا جنرال. حكم مباراه تونس غانا تحت المجهر فؤاد لا مراد عمر، مراد عمر وماهر سلام في هذا التقرير. فؤاد بفتح توفيق. فيكتور غوميز من مواليد 15 ديسمبر 1982 بجوهانسبورغ هو حكم مباراة تونس وغانا في طرح ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019. هذا الحكم أدار مباراة واحدة في النسخة الحالية، جمعت البلد منظم مصر بالكونغو الديمقراطية في دور المجموعات وفات بانتصار الفراعنة 2 بلاش وأشر فيها 5 انذارات. غوميز تحصل على الشارة الدولية عام 2011، زفر 3 مباريات في دوري أبطال أفريقيا في موسم 2018-2019 من ضمنهم مباراتين كان النادي الأفريقي والترجي الرياضي طرف فيها. جماهير نادي باب الجديد تحمل ذكرى سيئة مع هذا الحكم بما أنه تزامن مع الهزيمة الشهيرة الإفريقي ضد مازامبي 8 بلاش في لوبومباتشي، في حين أنصار نادي باب السويقة يحملون ذكريات إيجابية مع غوميز خاصة بعد إدارته لمواجهة مازامبي والترجي واللي اقتنص فيها الأحمر والأصفر تعادل ثمين في إياب نصف نهائي تشامبيونز ليج الموسم الفارط. فيكتور غوميز سبق له أيضا أن أدار مباراة تونس ومصر في تصفية كأس أمم أفريقيا 2019 وانتهت بفوز الفراعنة 3-2. هذا الحكم يعتبر من خيرة الحكام على الصعيد القاري، معروف بسلامته ونزاهته، لكنه ارتبط ببعض القرارات المثيرة للجدل، تبقى أبرزها احتسابه لخمس ركلات جزاء في مباراة واحدة جمعت سان داونز بأياكس كاب تاون في دوري جنوب أفريقيا موسم 2013-2014. فهل سيقود غوميز حوار تونس وغانا إلى بر الأمن؟ أي ناصر حكم المباراة؟ ممتاز. انا نعرفه شخصيا، كان زفر لي قبل ضد نادي صفاقسي وكنت نعرفه حتى شخصيا، حكم عنده شخصيه قويه، حكم قوي عادل اللي ما عندوش ما يحسبش. وقت اللي تظفر معناتها في مباراه واحده ظفر 5 ضربات جزاء في ماتش واحد سمير، انه يعطي الانذارات زاد لي كارتون يخرج، معناتها ما عندوش حتى مشكل، معناتها حكم ممتاز وممتاز للغايه. رساله اللاعبين السابقين المنتخب الوطني التونسي للاعبينا قبل مواجهه غانا الحاسمه اي جماعي ووليد الرياحي في هذا التقرير. الناس كل تلوم في ليكيب ناسيونال 3 ماتشات اللي عداتهم، بون عندهم الحق على خاطر ما نجحناش باش في الاداء بون كاليفي ست ماتش دو كوب، تو باش تولي حسابات تولي كل شيء. وانا ان شاء الله نقول لك ينجموا خاطر عندنا ملاعبيه، يقعد كان ديما الشواء نتاع الملاعبيه. المستوى نتاع المنتخب التونسي ما كانش كما ينبغي في المقابله الاولى، ان شاء الله تكون مفاجاه الادوار الجايه الهامه والحاسمه يكون فيها المنتخب التونسي ياخذ فيها نصيب الاسد ويوصل للدور النهائي ان شاء الله. في تونس في حاجه الفرحه، في حاجه لاي حتى بثمه مش حتى فرحه كبيره، وان شاء الله يعني نداء للاعبين والمسؤولين واطار الفني نتاعنا لكونوا يحطوا يكبسوا الاحزمه ويحطوا كل ما عندهم، لان مقابله غانا ماهيش مقابله ما نمش نلعبوا كونتر البرازيل ولا نلعبوا كونتر فريق امباتابل. احنا باستطاعتنا نربحوا اي فريق كي نبدو متحدين وملمومين ونبدو على هدف واحد. هذا باستطاعتهم ان شاء الله يعني يفرحونا وان شاء الله يمسحونا 3 مقابلات اللي صاروا ان شاء الله. كلمه للفريق القومي التونسي، معناتها نقول لهم التوانسه قلوب التوانسه كل معاكم، كونوا معناتها وسود فوق الميدان جرينتا، نحبوكم تنسيونا في 3 مقابلات الاوليين، واحنا عندنا فيكم الثقه والامل باش ترفعوا راية تونس وتونس فوق الجميع. طبعا مجموعة من اللاعبين السابقين المنتخب الوطني التونسي، فيكم اللي تعرفهم وفيكم ما عرفهمش، لكن الثابت انه كانوا من خيرة اللاعبين اللي انجبتهم الكرة التونسية، هكا ولا سمير؟ وي، من خيرة ما انجبت كرة القدم التونسية، واسماء كبيرة قدمت الإضافة، كل جيل وجيل ولكن قدموا إضافة كبيرة للمنتخب، كيبلغوا الرسائل للملاعبية هذوما، يبلغوهم من القلب وحبا في هالبلاد هذيا، فإن شاء الله الملاعبية نتاعنا ياخذوا الفيتيان هذايا بعين الاعتبار، الكلام هذايا بعين الاعتبار، وغدوة يفرحونا الشعب التونسي كله وراكم، إن شاء الله معناها الأمور تتم لاباس، وأنا صراحة متفائل بصراحة، إن شاء الله المنتخب التونسي غدوة يزهينا ونكونوا منتصرين. ويفرحنا، وإن شاء الله هذا ما نتمناه. طبعا اخر تقرير نيوز كان اي جماعي وهيفا بوعزيز، تفضل.
يواجه المنتخب التونسي غدوة نظير الغاني ضمن منافسات الدور الثامن النهائي لكأس أمم إفريقيا، وبعد ما لعب بالزي الأبيض في 3 مواجهات في الدور الأول، لأول مرة باش يظهر منتخبنا بالزي الأحمر. أعلن هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد خروج منتخب الفراعنة من سباق كأس أمم إفريقيا إثر الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف لصفر. وأعلن أبو ريدة قراره بعد ما أقال الجهاز الفني وعلى رأسهم المدرب خافير أجيري، كما طالب هاني أبو ريدة من بقية الأعضاء الاتحاد لكرة القدم تقديم استقالته. تم اليوم إنهاء التعاقد بالتراضي بين المدرب سيباستيان دي سابر والاتحاد الأوغندي بعد خروج الأخير من دور 16 لكأس أمم إفريقيا عقب الهزيمة أمام السنغال بنتيجة هدف لصفر. رفض اتحاد زيمبابوي حجز تذاكر سفر لاعبي المنتخب بعد خروجهم من بطولة كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات، وأكد اتحاد زيمبابوي أنه خزينة الاتحاد غير قادرة على حجز تذاكر العودة، مما اضطر اللاعبين لحجز تذاكرهم على حسابهم الخاص. كانت هذه دفعة من الأخبار المتنوعة والمتفرقة، مش ندور كلمة ما نعرفش كل حب يأخذ. تفضل بابي. زيمبابوي قال لكم لاعبين ما حبوش ياخذوا لهم التيكي نتاعهم، خذوهم بعد ما خرجوا من الدوري. يروجوا على سبونسور وانت تلعب على 8 ملايين غدوه دونك سبونسور. نحكي على اقاله ديسابر مدرب اوغندا مالغري حق نتائج جد ايجابيه في اول مشاركه افريقيه، بون حتى الروندمون كان ممتاز للفريق هذايا، اصطدم منافس اقوى منه على كل المستويات. مالغري قدم لقاء ممتاز، لكن استغربت من الاقاله نتاع المدرب هذا. واضح. على كل حال هكا نوصلوا لنقطة نهاية حلقة اليوم من 9 كان، إن شاء الله غدوة نلتقي بكم انطلاقا من الساعة 6:30 مساء آخر العشية قبل مباراة تونس وغانا، أكيد في ربط مباشر من الإسماعيلية ومن عديد الأماكن في تونس العاصمة وحتى من خارج تونس لمتابعة استعدادات الجماهير التونسية للمباراة الحدث، للمباراة المصيرية، لمباراة التأهل. حظ سعيد لنسور قرطاج، وثقتنا كبيرة ولا متناهية في لاعبينا للفوز وتحقيق الانتصار وإدخال الفرحة للشعب التونسي. مشكور الكابتن محمد الوضاحي، مشكور عادل الكرام للشباب وهذا الجمهور الرائع للمنزل. ايضا شكر موصول سمير السليمي يعطيك الصحة ان شاء الله. ايضا رضوان الفالحي ان شاء الله غدوة زين فرحانين كما ان شاء الله. جنرال عمار بارك الله فيك بالتوفيق للمنتخب بكره. ناصر بدوي عايشك عادل، مبروك للجزائر ان شاء الله غدوة تونس ان شاء الله. احلى جمهور واحلى مشاهدين، الى اللقاء، اصبر على خير. Yeah.